السلام عليكم، أنا الدكتور معاذ الزغول، أحمل درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة أتاوا في كندا، وحالياً أعمل في قسم علم الحاسوب في جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن، ولدي خبرة تزيد عن 15 سنة في تدريس مساقات البرمجة، وأنا مهتم في المشاركة في مبادرة المليون مبرمج عربي التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهدفي من المشاركة في هذه المبادرة هو المساهمة في تطوير الإنسان العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في مجتمعنا العربي، وأيضا تشجيع التعليم الإلكتروني على الإنترنت لتميزه في تقليل التكلفة المادية على الطالب، وتمكنه أيضا من اختيار الوقت المناسب للتعلم، وتساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم البرمجية. وأنا أشجع جميع الطلبة في وطننا العربي على التسجيل في المساقات التي تطرحها مبادرة المليون مبرمج عربي. وأخيرا بتمنى أن مشاركتي في التدريس مبادرة المليون مبرمج عربي أن تساهم في رفع مستوى الطلبة في الوطن العربي، وشكرا لكم.